ملانا بسلام وبطالة، وملايكة يا بغني الأغاني يا صابة والعشاني يا صاب السما جانا الملك اللي جانا يا عيد والبلا مفيش في الكون حد كده اكتر يعيش ابسط حياة معانا جانا لسه مجانا فرحه بملانا وسلامه بطالة والملايكة بتغني الاغاني يا صعب اولود عشاني يا صعب السما جانا صعب السما جانا مجهود سرعه وغنم كتير عرفوا ان الموضوع خطير جم بهدايا للملك اللي جانا مع انه الضلال مفيش في الكون حد بغنى اختار يعيش ابسط حياه معانا جانا لسه ما جانا فرحه بملانا وسلامه بطانا وملايكه يا بغني الاغاني صعب مولود عشاني صعب السما جانا جانا لسه مجانا وفرحه بملانا وسلامه بطالة وملايكة يا بغني الاغاني يا صعب مولود عشاني يا صعب السما جانا ايه الشطاره دي؟ يعني بالناس المسره، يعني ايه الفرحه النهارده كبيره جدا في يوم العيد، وبحيي الشباب على الاغنيه. تعالوا لي بقى اما اكلمكم الاول اعرفكم بس الاول اعرفكم بس ونعرف الناس عليكم. النهارده دول مجموعه اصحاب، بقول لهم انتوا فرقه، يقولوا لي احنا اصحاب. يعني مش انتوا فرقة مش الحقيقة. طب يعني ما كونتوش فرقه؟ لا احنا اصحاب بس. فبرحب بيكم رنا طبعا. ازيك يا رنا؟ اهلا. ورامز اهلا بيك، ومارك، وكل الاصدقاء. رنا انا هبتدي برنا، كل سنه وانتم طيبه الاول وعيد طيب. سعيد يا رب عليكم وعلى كل وقتك. انتوا بداتوا ازاي؟ يعني انتوا ليه بيكون لما اقول فرقه بتقولي لا احنا مش فرقه؟ علشان كل حد فينا بيعزف في حتت مختلفة وبنرنم وكمان بنغني بره في حاجات مختلفة، في كنايس مختلفة، كنايس مختلفة وفرق ترنيم مختلفة بس فيعني احنا قررنا نتجمع علشان نكون موجودين هنا النهاردة، فمفيش فرقة. بس مش ناويين تعملوا كده يا مارك؟ يعني احتمال بقى على حسب اللي هيطلع. يبقى جمعناكم يبقى بميلاد فرقة. تعجبنا الفكرة جديدة يعني. هي حلوة بصراحة، تجميع حلوة بصراحة. والله انتوا اتجمعتوا عشان البرنامج بس كل واحد فيكم بيعزف في حتة. شفتوا انتوا غاليين علينا ازاي؟ يا ربنا دي العيديه بتاعتكم. رامز برضو نفس الحكايه، انت بتعزف يا رامز؟ ها؟ بلعب برامز. طب الاغاني دي اوريدي متالفه ولا انتوا عاملين فيها حاجه او ملحنين فيها حاجه؟ لا هي اوريدي متالفه. احنا بس زي ما كانت رنا بتقول وزي ما كان مارك بيقول، احنا مجموعه صحاب فجينا بنتدرب عليها وبنلعب. احنا فارق معانا جدا ان احنا نيجي نبسط الناس ونبسطكم ونبسط معاكم، وده وفي ليله عيد زي دي. ده اللي فارق معانا. لكن ما عزفتوش قبل كده مع بعض في مناسبه واحده؟ لا حصل 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 قبل كده. فين بقى يعني والناس كان انطباعاتها ايه؟ رنا فين؟ يعني في جزء مننا في فريق ترنيم اسمه جيل جديد، في ناس من كنيسه. اتفضلوا. زي مين؟ جان. انا وجان وديفيد وكمال. احنا الاربعه كنيسه واحده. كنيسه واحده. كنيسه ايه بقى؟ كنيسه اسمها رسوليه الوكاله. تمام. وجاكو فريق تاني. مين اسمها ايه؟ يعني انجليكا. انجليكا بس جوكو. يعني جوكو ده تسهيل يعني. جوكو وانت بقى ده. لا والله انا مبسوط جدا، مبسوط كمان ان انتوا الاغاني فيها فرحه. عاده يعني مثلا واحنا بنتفق دايما على فرق للترانيم بتبقى الحاجات بطقس كنسي شويه، مزيكا كنسي، لما الناس بتهني اللي هو. لكن انتوا جانا مش هتلاقي كده. دي جميله على طول وتعلق مع كل الناس، فانا مبسوط بالفرحه. طب هتسمعونا ايه تاني؟ نسمع ايه؟ غني قولها كتير قوي. غني قولها في كل مكان. يوم سعيد.
وده يوم سعيد يعني. في حاجات كتير هنفرح اكيد ما تقلقش. طب ادونا حاجه كده ثانيه وبعدين نكمل. يلا فين كنتوا تختاروا؟ يلا بينا. جانا بالهوا بالفرح بالسما جانا بالسما جانا بفرح. خلاص يعني ما هو اهو واحده واحده بس احفظ في الاخر براحتك خالص. يلا هنفرح مع بعض يا جماعه النهارده بالفرقه دي. شباب مصريين بيفرحونا وبيسعدونا في ليله العيد باغاني جميله كلها معاني انسانيه رائعه. اتفضلي يا رنا. ممكن تسقفوا معانا. اديني ده يوم سعيد كده بالطريقه ده. ويتني هيوستن. ويتني هيوستن والله. يلا ده يوم. يلا ده يوم سعيد. ده يوم سعيد. بس عايز اقول لك حاجه, في ناس تقيله برضو. استنى بس هتكتشف دلوقتي. اسمك ايه؟ ليتا. قولي لي ده يوم سعيد كده. يلا ده يلا اختبار شويه. يوم سعيد. الله الله. ديكو جاكو. ده يوم سعيد. اسمك ايه؟ كيمو. كيمو. يلا كيمو قولها. ده يوم سعيد. ايه الاصوات العظيمه دي؟ لا هم بعرف. انا بعرف. لا اديني طيب. هتبوظ لي اللي فات انت. لا 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 انا هبوظ الدنيا. خليهم كويسين. انت في سنه كام يا رنا بتدرسي ولا؟ تخرجت من كام سنه كده يعني بس. طب خلاص مش داعي. ريتا. ايوه. في سنه كام انت ولا ولا خلصت؟ زي برضه. كله متخرج مفيش حد بيدرس. كلنا بنشتغل. لا انا بدرس. والله في سنه كام؟ صغيره شويه. زيكو انا هديك العيديه يا زيكو دلوقتي. طب انا نفسي بس ان يعني عايز يعني اغنيه للولاد الصغيرين اللي بيفرحوا بيها في العيد. جينجل بيلز. هل انت تعرفوا تعملوها لنا؟ موجوده. طب ادوهاني كده الاول. يلا يلا بينا. رامز شغاله على الشغاله دي معاك؟ شغاله جدا. طب يلا يلا. بس احنا يعني عايزين كمان ناس بره تتفاعل معانا. ورا هو ماشي. كله يتفاعل معانا. كله شغال. تسقيف يا شباب ان شاء الله بعد واحنا بنغني. ده يوم سعيد يا جماعه. يلا بينا. يوم سعيد. يوم العيد. يوم سعيد. يوم العيد. وكل سنه ومصر كلها طيبه يا رب. نسقف.
قلبنا قول لي ألمنا قول لي أفرحنا هو حاسس بينا في كل لحظة في عمرنا ضحي ضحي يا عجرة ست نهر بعيد يسوع جانا في أرضنا وخلى القلب سعيد ضحي ضحي يا عجرة ست نهر بعيد يسوع جانا في أرضنا وخلى القلب سعيد سمك السماء سمك السماء وضحى بالغنى جيل الارض فقير علشان بيحبنا كل ألمنا وكل افرحنا هو حاسس بينا بكل لحظه في عمرنا دقي دقي يا اجراس النهر بعيد يا سعدنا في ارضنا وخلى القلب سعيد دقي دقي يا اجراس النهر بعيد الله الله والله انتوا فعلا لازم تبقوا مع بعض فرقه يعني شكلكم حلو جدا انتوا يمكن مش شايفين من هنا يعني لا واحد يجي يقعد هنا يشوف طب قول لنا يعني اكيد الناس إيه؟ وهم شايفينكم شايف إيه؟ فرحه ولا شايف ايه لا شايف فرحه طبعا ولا وجيكو جيكو عسل الصغيره بتاعتنا شهاده على الهوا دي بقى كيمو كيمو انت احساسك ايه بافتتاح الكاتدرائيه النهارده حاجه حلوه جدا طبعا حاسس ان حاجه يعني ما تامين احسن دنيا احسن بكتير من اي حاجه تانية الحمد لله الحمد لله انت بتاخد عيديه كيمو ولا لا بجد يعني ولا بتدي عيديه ولا بتدي عيديه طبعا يعني ايه بتدي عيديه بتكسب كويس يعني نشكر ربنا الحمد لله بعد الفاصل اللي جاي هنرجع بمجموعه اغاني جديده مع هذه الفرقه المحتمله يعني هم لسه مش فرقه هذه الفرقه المحتمله ونفرح معاهم انا مبسوط وفرحان ان هم العيد مجمعهم والمزيكا والفن مجمعهم مجمعاهم ووطنيتهم وانتمائهم لبلدهم ودينهم مجمعهم التجميع الحلوة دي لازم تكمل وهنكمل احنا معاها بعد الفاصل We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas and a happy new year We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas and a happy new year Good tidings we bring to you and your king Good tidings for christmas and a happy new year We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas and a happy new year We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas And a happy new year I wanna wish you a merry christmas I wanna wish you a merry christmas I wanna wish you a merry christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a merry christmas We wanna wish you a merry christmas We wanna wish you a merry christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad. بتمنى ليكم أحلى عيد، بتمنى ليكم يوم سعيد، بتمنى ليكم خير كتير أكتر كتير من كل اللي فات. بتمنى ليكم أحلى عيد، بتمنى ليكم يوم سعيد. كل اللي فات في كل عيد ميلاد في كل عيد ميلاد بنحب نقول لكم كل سنة وانتم طيبين في كل عيد ميلاد في كل عيد ميلاد بنحب نقول لكم كل سنة وانتم
كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. احنا في الفاصل كنت بكلم الشباب وبعدين اكتشفت ان في ثلاثة مهندسين في الفرقة دي وبيعزفوا جيتار، فسألت واحد فيهم قلت له جان انت اتكسر عليك الجيتار كم مرة عشان المذاكرة؟ احكي انت بقى قول لي ايه اللي حصل. انت معاك مايك ولا لا؟ ادوا له مايك كيمو، ادوا له المايك ده كيمو اهو شغال. ها سامع كده؟ اه يلا. لا ولا مره اتكسر عليا ولا مره. الحمد لله يعني. انت هندسه؟ اه بالعكس كانوا بيشجعوني اني اعزف جيتار من وانا صغير في البيت. اه وعشان والله برافو على بابا وماما الهندسه في الجيتار والله. انت هندسه ايه؟ مدني. واشتغلت ولا لسه؟ اه اشتغلت. شغال؟ طب كويس. واللي جنبك مين؟ مارتن. انت برضو هندسه؟ مارتن ادي له المايك. هندسه معايا مايك. اه والله جاهز. انت هندسه ايه؟ انا عماره. ما شاء الله. انا؟ لا يا زيكو استني يا زيكو. ايه؟ ديفيد. ديفيد ميكانيك. والقاهره ولا عين شمس ولا؟ عين شمس. عين شمس. انا خاص. خاص ومارتن شروق. ده حاجه عظمه برضو. ما تكسرش عليك الجيتار وانت خالص خالص. بس كنت بتروح تعزف بقى في الكنيسه؟ يس. ده يمكن عشان كده الجيتار ما تكسرش ولا ايه؟ يعني لو فكرت تروح لوسط البلد ولا بلاك تيما ولا حاجه كان ممكن تروح في ابو بلاش. لا خدوا بالكم يا جماعه برضو والله الفن جينات في البلد دي. يعني جيلي هو مهندس وبرده الجيتار في ايديه. جيكا اهي في ثانيه ثانوي. تعال خد العيديه يا جيكا. تعالي تعالي. اه دي كده 200 جنيه. تعالي تعالي تعالي. خد العيديه تعالي. يلا. يا ريت كان اسمي جوكو. تعالي خد العيديه. دي عيله صغيره يا جماعه. ايه ده شكرا. عيد سعيد يا شباب والله. هي بس جيك اللي هتاخد العيديه. ها الباقي لا هي بس. ده انا ده رامي شغال في بنك. رامي شغال. رنا هتعملوا لنا ايه تاني؟ حكايتنا دي كانت زمان الف عام والف عام. حكايتنا؟ اه طيب دي خلاص. كانت زمان. هناخد حكايتنا ونطلع من في اخر الاغنيه دي فاصل وبعدين نرجع نكمل معاهم. يلا حكايتنا. يلا حكايتنا دي كانت زمان من ألف عام وألف عام لكنها أحلى حكاية هيفضل يحكيها الزمان. قصة إله طارق سما جه واتولد ويا الخطى كان التاريخ ملء الزمان بتلحم كانت المكان. قصة إله طارق سما جه واتولد ويا الخطى كان التاريخ ملء الزمان بتلحم كانت المكان. ذكرى ميلادك المجيد وحياتنا مش بس كلام تشهد عن رب السلام. واحنا النهارده جايين نعيش ذكرى ميلادك المجيد وحياتنا مش بس كلام تشهد عن رب السلام. رب السلام حقير ملك الملوك طفل فقير. مريم هناك وفي حضنها شايلة فديها وربها سمع يا نجوم السماء سمع الملايكة في العلا المجد لله في علاه
المجد لله في عنا على أرضنا اتولد فداه. واحنا النهارده جايين نعيد ذكرى ميلادك المجيد. وحياتنا مش بس كلام دي شهادة عن رب السلام. واحنا النهارده جايين نعيد ذكرى ميلادك المجيد. وحياتنا مش بس كلام دي شهادة عن رب السلام. رب السلام سلام انتوا يعني متركب على لحن اجنبي. هي مترجمه هي يعني اصلا ترجمه. هي مترجمه بالزبط. زي ما انتوا ترجمتوا جينجل بيلز كده بالظبط. هي اصلا انجلش وليها كده بصوتك لوحده. معلش يا جماعه كلمولي حلمي بكر وعمرو مصطفى. انا عايز حد يسمع رنا يعني بشكل مختلف بصراحه. دي ويتني هيوستن يا جماعه مصريه. لا قوليها بس من غير مزيكا. من غير مزيكا. طب بيانو بس كده يدي فريش كده من ورا يفرحني كده. هل كنت تعلمين
إن ابنك يسوع سيمشي فوق الماء. هل تعلمين إن ابنك الحبيب يخلص الخطاة؟ أو تعلمين أن يسوع جاء يمنحنا الفداء؟ النائم في حضنك هو برافو برافو والله برافو بجد برافو. انت دارسه ايه ولا انت فين؟ انت مين؟ انا كائن بسيط. لا لا ده حاجه عظمه. لا شكرا. بجد جميله قوي. طب بتعرفي تغني حاجه غير الترانيم والاغاني دي؟ بغني بس يعني انا اكتر بشتغل في الدوبلاج وبغني حاجات يعني ديزني كاركترز. بتعملي ديزني كاركترز؟ انا مذاكره غنى وتدريس غنى في اوروبا ومكمله دراستي. فين في اوروبا؟ في الدنمارك. والله مظبوط ما شاء الله عليك. شكرا. ربنا يخليك ربنا يخليك. اديني حته ديزني كده. حته صغيره. تحب ايه؟ باربي مثلا هي بصراحه مش بغنيها بس هي مش ديزني. لا 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 لاين كينج. لاين كينج ساعدونا يا جماعه. لاين كينج. انا بين يا عيني يا ايه يا جماعه الحلاوه دي. شكرا. ثانك يو جيكا حبيبتك. انا قدامي لسته حاجات. انا عايز جيكا تغني لنا يعني. طيب نشوف جيكا فين. جيكا دورها فين؟ انا عايز جيكا تبقى اختار. عدلوا لي حته وطلعوا لي جيكا. اللي جاي على طول. ايه اللي بعد اللي جاي؟ ولا نطلعها لك دلوقتي؟ خليها اللي جايه. خليها اللي جايه. خليها اللي جايه عشان خاطر يا رنا. لا عينينا. يا سلام انت تقول جيكا. جيكا خلاص. يسوعي منذ القديم. يسوعي منذ القديم. متهيألي لا. الميلاد بيمثل لك ايه يا جيكا؟ اتفضلي. الميلاد يسوع في المجد وفرح. و الميلاد عمل حاجه شقلبت الدنيا. هي حاجه حصلت انه احنا دورنا كان شبه انه بقى شكله وحش قوي ومفيش فينا امل. اول ما يسوع اتجسد بالنسبه لي انا هو بالظبط عمل كانه هو ملك كبير قوي 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 وشايف بنت مش عايزه اقول شكلها مقرف بس هي ما عندهاش اي حاجه حلوه وجه بكل الطينه اللي فيها وحضنها. ف يسوع عمل كده. يسوع هو ملك وانا واحده مقرفه وجه وحضني بكل قرف اللي فيا. فهو احلى حاجه ممكن تحصل يعني فرح وسلام وحب من غير مقابل حب غير مشروط كل الحاجات يعني. جميله والله يا جميل. تحبي ترني؟ طب يا يسوعي يا شكرا. اتعيطي بس دلوقتي في يوم العيد. يسوعي في قلبي انا ادى الحياه
حياتي معناه خلاني بنت للمالك اقبل حياتي بن ايديك يسوعي اشكرك يا ربي انت اتولدت عشاني اشكرك يا ربي ترضى تيجي تسكن في قلبي تيجي تشرب حياتي ويبقى ميلاد يسوع في قلبي ازاي ما قبلش الحب ده وعيش بعيد عنك كده عند رضوانك قبلني في يوم ميلادك ميلادك في قلبي انا كان حياتي معنا خلاني ابن للمالك قبل حياتي من ايديك ازاي مقبلش الحب ده وعيش بعيد عنك كده عند رضوانك قبلني في يوم ميلادك ميلادك في قلبي أنا انت حياتي معنا خلاني ابن للمالك قبل حياتي مارك انت الزعيم ولا ايه؟ لا مش الزعيم مش الزعيم ها؟ عندي احساس كده لا يعني هو يوصل لك الاحساس بس مش واخد طب ايه في الفن ده الفن ده في الغنى الديني وقيمته ايه واهميته ايه بالنسبه للجمهور في رايك؟ بالنسبه للجمهور ولا بالنسبه لي انا؟ لا للجمهور ازاي بيأثر؟ ازاي بتحس بتأثيره؟ انا رأيي ان الفن حاجة مهمة جدا، الفن هو جمال ربنا خلقه. والفن ده مش موجود بس في المزيكا، موجود في لوحة، موجود في شعر، موجود في حاجات كتيرة قوي جميلة. فأنا لما بستخدم الفن بستخدم حاجة جميلة ربنا أوجدها لينا عشان نستمتع بيها. فأنا لما أقدم ده لربنا بشكل جميل يقدر المستمع ان هو يتقبل الموضوع يتجاوب معايا بشكل أعمق. لو الموضوع عام لو الموضوع بس طقسي او المزيكا مثلا قديمه قوي او حاجات يعني مش بتتطور برافو. فانا لما اقدم فن بطريقه كويسه المستمع يكون يتجاوب معايا اكتر وبيعرف يعبد ربنا اكتر. اكشلي احنا بنعبد ربنا بالمزيكا دي، احنا بنقدم له ده. الله عليك بالفن. رامز انا زمان كنت بحضر مع اصحابي في الاعياد في الكنائس وكنت بشوف بس ايه يا اما الطبله او في كان صاجات يعني حاجات كلاسيكيه كده يعني ما كانش فيه كل الادوات الحديثه دي. هو معاه مايك ولا انت مش عايزه؟ اه معايا مايك تمام. وريني كده رامز معاك مايك؟ اه معايا مايك. معاك نيك مايك؟ اه يا عم مميز برضه. التطور ده انتوا اللي عملتوه؟ هل ده برعايه ولا يعني برعايه من حد ولا انتوا كده لوحدكم وبداتوا بقى تدخلوا شايف درامز وأورج وجيتارات مختلفه؟ مين بيطور ده ولا انتوا بتقلدوا بعض ولا ايه اللي بيحصل؟ يعني ازاي التطور ده حصل؟ ازاي بقى عندي فرقه باغاني حديثه جدا ومش بتطلع اغاني حلوه كده كمان؟ انت عارف مش احنا الوحيدين، في شباب كتير قوي تاني. معاك نيك مايك؟ معايا. اوكي مسيطرة. سوري. ايوه كده هديك حالا يا رب مسيطرة. هي الزيوت. براحتك يا رنا. براحتك يا رنا. لا ويتني هيوستن بتاعتي دي خلاص. اشكرك يا نهار على الكسوف. لا قصدي انه كمان يعني مش احنا بس، في شباب كتير قوي، عشان كده احنا مش فريق مش فرقه، لكن احنا من كذا حته مختلفه ونقدر كمان نجيب ناس تانية اصحابنا من يعني من الجيل. انا صرت معجب بانكم مش فرقه. يعني احساسي انها تجميعه حلوه، يعني كاننا
سهرانين في بيت رانا في السطوح عند رامز، يعني حاسس الجو قبل كده ولا ايه؟ جو حلو يعني. انا قصدي بس انه هتلاقي شباب كتير في الجيل ده بتاعنا بيعرف يعني يعمل كده. التطور ده يا رانا بقول ازاي دخلنا مزيكا بالشكل ده يا رامز؟ يعني هو بدايه اصلا المزيكا موجوده في الكتاب المقدس. يعني فكره انه في مزيكا او كان في الات بتلعب عليها، باكد على كلام مارك انه اصلا المزيكا دي حاجه وسيله احنا بنعبد بيها ربنا. فدي اصلا اوريدي موجوده في الكتاب المقدس. لكن طبعا في ناس وفي فرق رائده يعني سبقونا في ده من وقت طويل جدا، ان هو ابتدوا يدخلوا المزيكا حتى لو مش بس شرقي او مش بس اللون الشرقي، لكن كمان في ميوزك غربي بدات تدخل. في فرق طبعا رائده في ده وفي فرق سبقتنا بكتير في ده يعني. بس فدي ده التطور، لكن في الاساس هو اصلا المزيكا موجوده في الكتاب المقدس وهي وسيله احنا فعلا بنعبد بيها ربنا زي ما كان مارك بيقول، وانا باكد على كلامه. المزيكا للقرب من ربنا. جميل جميل. طب قربونا اكتر بقى بحاجه تانية. ريتا مش هتقول حاجة ولا حالا هي اللي جاية. طيب يلا. ريتا طيبة قوي. انت برج ايه يا ريتا؟ حمل. عسل. ماشي حبايبي. مارك كيمو عسل. برج ايه كيمو؟ لا عصفاء. في عيدك المجيد أعبدك، في عيدك المجيد أسجد لك، في عيدك المجيد أرفعك، أحبك أطيعك أحمد اسمك. صرت كنزي الأكيد
برافو برافو. انا يا جماعه مش عارف اشكركم ازاي والله، يعني انتوا ابهجتوني واسعدتوني ويعني دفيتوا الاستوديو وباركتوه. الله والله بجد شكرا. بشكرك رانا وريتا وزيكا حبيبه قلبي وكيمو القمر وديفيد ورامز وجان ومارك ومارتن. واو منبهرين. هنقفل في العيد بقى ببلادي بلادي عشان نغنيها كلنا سوا والمصريين كلهم يغنوها معانا، ويا رب دايما ايامكم فرحه وايام المصريين كلها فرحه، واحنا فرحانين انه يا رب ربنا يعدي كل الاعياد بالدفى ده ان شاء الله. نسمع بلادي بلادي. شكرا لك حقيقي استمتعنا. شكرا يا شباب والله.